واكد السودان ان الحكومه قد وضعت ملف الفساد على راس اولوياتها وشرعت بالعمل في مجالات عده لمكافحته مشيرا الى تاليف لجان تحقيقيه مع المسؤولين عند طلب الجهات المعنيه بمكافحه الفساد وهذا الامر كان من الاسباب المعطله لحسم القضايا امام المحاكم. كحكومه التزمنا امام الشعب وممثليه في البرلمان بان وضعنا مكافحه الفساد الاداري والمالي كالتزام وكاولويه ضمن الاولويات الخمس. شكلنا لجنه عاليه شكلنا لجنه عليا تتولى اعاده هيكله الجهاز الحكومي وفقا لما رسمه الدستور في اطار التنظيم الاداري للمؤسسات الحكوميه.